وافق البرلمان العربي على مقترح مجلس النواب البحريني بشأن دعم وتأييد مبادرة مملكة البحرين، والتي تبنتها القمة العربية لعقد مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية. وجدد المقترح تأكيد مملكة البحرين على موقفها التاريخي الثابت في دعم الحق الفلسطيني وتعزيز كافة الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. ومن منطلق رئاسة المملكة للدورة الحالية لجامعة الدول العربية، دعا المقترح البرلمان العربي لدعم وتبني هذه المبادرة تفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد محمد أحمد اليماحي الموقع رئيس البرلمان العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نتقدم إلى معاليكم بعرض هذا الطلب على المجلس الموقر لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة بشأن دعم وتأييد البرلمان العربي دعوة مملكة البحرين التي تبناها الاجتماع الأخير للقمة العربية لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع وعاجل لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكد موقفها التاريخي الثابت في دعم الحق الفلسطيني وتعزيز كافة الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. ومن منطلق رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لجامعة الدول العربية، فإننا ندعو البرلمان العربي إلى إعلان دعم هذه المبادرة الهامة تفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية.